لكم انعقاد الأسبوع الثقافي للجامعة الإسلامية، وأنا أبادلكم الشوق والمحبة والاعتزاز واحدا واحدا. يسرني كثيرا ويسعدني جدا أن أعلن افتتاح الأسبوع الثقافي الثالث في الجامعة الإسلامية، الذي جاء بنكهة مميزة وبفعاليات مضافة عن السنوات الماضية. حقيقة المشاركات التي اطلعت عليها من معارض فنية، من مهرجانات شعرية، من مسرحيات، من مشاركات من خارج الجامعة، من مؤسسات ومن عتبات مقدسة، ومن جامعات ومن مراكز بحثية ومن معارض كتب ومن فرق رياضية، جميعاً احتضنتهم الجامعة الإسلامية في هذه الأيام، في هذا الأسبوع الذي نعتقد أنه جزء لا يتجزأ من عمل الجامعة: رعاية الثقافة، رعاية الفنون، رعاية المواهب، احتضان الطاقات الشبابية، جزء لا يتجزأ من عمل الجامعة وتحقيق أهدافها لإعداد ورعاية أبنائها الطلبة. ثانياً في الأعمال، وثالثاً في مستوى الكبير اللي تحقق الجامعة الإسلامية من خلال مشاهداتنا ومتابعتنا إلى هذه الجامعة. حقيقة أصبحت من الأرقام المهمة على صعيد الجامعات في عموم العراق وليس على مستوى النجف. هناك حقيقة تطور تشهد مرافقة الجامعة الإسلامية. يعني اليوم لاحظنا القاعة الرياضية شيء ملفت للنظر. اليوم الدولة بحاجة أن تكون عندها كذا قاعات. لاحظنا التراث متواجد من خلال هذا المضيف العامر إن شاء الله في هذه الجامعة الزاخرة، وأيضا نتاجات الطلبة وإبداعاتهم. هذا كله حقيقة يصب في خدمة المحافظة أولا، وثانيا يعلو من شأن هذه الجامعة. نتمنى لهم التوفيق يا رب. احنا كهيئة استثمار النجف وجهنا شكرنا وتقديرنا رئيس الجامعة الدكتور عمار السلامي لهذا الاهتمام البالغ في المسيرة التعليمية وفي هذا الإنجاز المهم. نبارك افتتاح مطعم زيت وزعتر في الجامعة الإسلامية، خصوصا هذا يرفض الأخوة الطلبة بمطاعم ماركات مهمة في الجامعة.